المعزات أيها الرفاق الأعزاء، نحييكم ونشكركم على تجسمكم على السفر والتنقل لمدينة طنجة للحضور والمساهمة في أشرار الندوة الدولية المنظمة من طرف حزب التقدم والاشتراكية وشهيمته في إطار الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمنتدى طنجة الدولي للشباب والديمقراطية، والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار عالم جديد يتشكل في سياق احتفال حزبنا حزب التقدم والاشتراكية بمرور 80 سنة على تأسيسه. حضور عدد من التنظيمات الوطنية المغربية وعلى رأسها التنظيمات الشبابية والرفيق العزيز الذي يريد أن في هذه المناسبة أجدد له التحية، الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد ونحن بصدد مناقشة قضايا اليسار، نحيا ربما في هذه الأيام تململ في هذا الاتجاه، نتمنى أن يفضي إلى توحيد الجهود على الأقل في المرحلة الأولى من أجل مواجهة تحديات عدة يمر بها المغرب وانتظارات كثيرة للشعب المغربي على مختلف وجهات النظام من أجل الديمقراطية والتقدم والمساواة والعدالة الاجتماعية. نلتقي اليوم والعدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين يستمر، ربما أننا نحيا هدنة لأيام قليلة، لكن ما عشناه في الشهر ونصف الأخير دليل على مجموعة من الملاحظات التي يتعين في لقاء من هذا النوع الذي لا يمكن أن ينعقد، وأن لا تكون قضية فلسطين في جوهره وفي قلبه. أريد حتى لا أطيل عليكم أن أقف عند ملاحظات أساسية، وربما ما عدد هذه الملاحظات 10. الملاحظة الأولى التي يتعين من خلال هذا اللقاء ولكن من خلال مناظر كثيرة أخرى، خاصة ونحن نحيا تعتيم حقيقي وتحوير حقيقي بالنسبة لما يحدث فوق الأرض، علينا أن نوجه بعض الرسائل الأساسية. الملاحظة الأولى هي أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب حقيقية بفلسطين، وهذه الجرائم تستدعي المساءلة القانونية والجنائية على مستوى المحكمة الدولية، ولكن أيضا بالضفة وبمختلف المواقع حيث يوجد الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني رغم ما تعرض له من قصف ومن هجوم ومن قتل لن يركع ولن يغادر أرضه. الملاحظة الثانية هو أن العدو الصهيوني يقول أن له الحق في ذلك، لأنه له الحق في الدفاع عن النفس، وكأن لإسرائيل حق في الدفاع عن النفس، وشعب أعزل يعاني من الاحتلال منذ 75 سنة ليس له الحق في الدفاع عن نفسه. وهذه المسألة حقيقة وصلت إلى درجة أن في عدد من الدول الغربية لا يمكن اليوم لعدد من الأوساط وخاصة اليسارية منها أن ترفع صوت دون أن تتعرض للمتابعة القضائية في بعض الأحيان، وفي ذلك حقيقة عار وصمة عار في جبين هذه الدول التي تتغنى بالدفاع.
بالديمقراطية وتتغنى بالحقوق وتتغنى بالحريات، لأنه لم نصل أبداً إلى هذا المستوى من التبعية ومن التوافق مع إسرائيل في تلك الدول، وعلى رأسها طبعاً أمريكا، لكن هناك أيضاً عدد من الدول الغربية الأخرى. الثالثة تتعلق بالطبيعة الوحشية والهمجية لدولة إسرائيل من خلال الأساليب النازية والفاشيستية التي تستعملها، وهي تعين أن نستعمل هذه البعوض في محلها لأنه فعلاً هكذا يتعين أن تنعت، لأنها أعمال نازية وفاشيستية لاحظناها وعاشتها دول أخرى، واليوم تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. كيف يمكن أن نفسر أنه بالإضافة إلى القصف وبالإضافة إلى هدم عشرات الآلاف من البيوت وبالإضافة إلى ما يزيد على 20,000 شهيد وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، يتم قصف المستشفيات ويتم قصف المدارس ويتم إفراغ المستشفيات من المرضى؟ كيف يمكن لنظام يتغنى بالديمقراطية أن يرتكب مثل هذه الجرائم دون أن يلتفت المنتظم الدولي إلى ما يجري فوق التراب الفلسطيني؟ ناهيك عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني من أجل تجويعه ومن أجل تهجيره بشكل قسري ومن أجل السعي إلى القضاء على كل طاقته الكفاحية والنظامية. الملاحظة الرابعة، وأتوجه على وجه الخصوص لإخواننا من مختلف الدول الغربية والأوروبية منها والأمريكية، لأحيي بداية ملايين المواطنين وعشرات ملايين من المواطنين في تلك الدول الذين تظاهروا مرات عديدة من أجل دعم فلسطين، من أجل دعم الشعب الفلسطيني. مع الأسف يتعين الوقوف عندما يقوم به ما يسمى بالعالم الحر، العالم الغربي، من أعمال وصلت إلى درجة منع أي تظاهرة لصالح فلسطين، بل في بعض الدول إلى درجة المتابعة القضائية، بل أكثر من ذلك إلى درجة الاتهام بالإرهاب. كل من ارتدى كفية مثل هذه يمكن أن يتعرض في بعض الدول الغربية اليوم إلى اتهام بالإرهاب. تصوروا، لم يعد مسموح بالنسبة لهذه الدول أن تقدم لنا الدروس في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات. لم يعد ذلك ممكنا. خامسا، بلغ اليوم الأمر أنه لا يمكن، ليس فقط كما كان يقال من قبل عندما تنتقد إسرائيل تنعت بأنك معادي لسامية، اليوم هناك بعض الأوساط التي تريد محو تماماً أي إمكانية لاعتبار أن الصهيونية هي نظرية تسعى إلى القضاء على شعب آخر. وأريد أن أؤكد اليوم أن إسرائيل دولة صهيونية، وأن لها ممارسات فاشية ونازية، وأنها تسعى إلى بربرة خرافات دينية من أجل بناء ما يسمونه إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر من خلال رمي الشعب الفلسطيني وربما الشعوب المجاورة الأخرى إلى الجحيم. كيف يمكن أن نسمي هذه النظرية؟ أليست هذه النظرية فاشية نازية؟ ولذلك علينا أن نرفع صوتنا
البلدة الحرة مسددة لفلسطين. الملاحظة السابعة هو أن هذا الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني منذ 75 سنة، 75 سنة، ليس كما يروج البعض أن هناك مشكل منذ 7 أكتوبر. المشكل قائم منذ 75 سنة، منذ الاحتلال، منذ النكبة، منذ سنة 1948، 47 وربما سنوات قبل ذلك. كل المحاولات الغربية من التي أفضت إلى تأسيس دولة إسرائيل. ويدعي هذا الاحتلال الصهيوني من خلال الهجوم على غزة، يدعي الوصول إلى 3 أهداف، ويستمر مجرم الحرب الذي يسير هذه الدولة في التأكيد على ذلك. الهدف الأول هو القضاء على حماس أو على المقاومة الفلسطينية، والهدف الثاني هو إطلاق سراح الرهائن، والهدف الثالث هو أمن إسرائيل. لاحظوا معي أنه بعد شهر ونصف لم يتم القضاء على المقاومة الفلسطينية، ولم يتم القضاء على المقاومة الفلسطينية، ومسألة الرهائن لم يصل إلى إطلاق سراح واحد منهم من خلال الحرب، بل وصل إلى ذلك من خلال المفاوضة مع من يتهمه بأنه حركة إرهابية لا يمكن أن يكون له معها أي تفاوض. والمسألة الثالثة هي أن تفكر بعض الشيء هذه الدولة كيف تريد أن تعيش بأمن، وهي التي ستتعايش وتكون مرغمة بالتعايش غدا مع الأطفال والشبان الذين لهم اليوم 10 سنوات و15 سنة و20 سنة و25 سنة ويعانون مما يعانون منه. كيف تريدون أن تعيشون في أمن، تعيشوا في أمن وأنتم ترتكبون هذه الجرائم في حق هذا الشعب وفي حق هذه الأسر وفي حق هذه الأمهات والأبناء والبنات والنساء والشيوخ؟ كيف تريدون ذلك؟ والملاحظة الثامنة هي أن عدد من المحللين يؤكدون على أن انعكاسات ما يجري اليوم لن تكون وخيمة على الشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني تعود منذ 75 سنة إلى أن يواجه مثل هذه الحملات ومثل هذه الحروب ومثل هذا العدوان الوحشي الهمجي. لكن من سيتعرض لنتائج عكسية مضادة هي إسرائيل، وما يحدث من داخل دولة إسرائيل، وستحدث أمور أخرى في المستقبل القريب من داخل إسرائيل. وربما أن البعض، وأساسا على مستوى الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية ومن يقودها، ربما أن جزء من أسباب الحرب هو الهروب إلى الأمام ثباتيا لما يجري داخليا والمحاكمات تجري على المستوى الداخلي. الملاحظة التاسعة وما قبل الأخيرة وما يتعلق بالسلام والأمن، ونريد التأكيد على هذا المستوى، بأن الاحتلال الصهيوني يعيش في وهم حقيقي، لأن السلام والأمن لا يمكن أبدا أن تعرفهما المنطقة دون أن يحظى الشعب الفلسطيني كذلك وأيضا، وأن ينعم بالسلام وبالأمن. لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في محيط آمن وفي سلام إذا لم يتم احترام الشعب الفلسطيني في سعيه إلى الانعطاف والحرية وإحقاق حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمة.